بتفتح المجال لجميع الفئات ومنها المعاهد الخاصة اللي احنا موجودين فيها النهاردة، لأن طلبتها وأساتذة المعهد هم من قطاع الشعب المصري وليهم الحق الكامل ان احنا نسمعهم كمان في الحوار الوطني كرؤية السيد الرئيس، علشان نقدر ان احنا نرفع التوصيات دي من نائبات ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مائدة الحوار الوطني. هي كان في نقاشات طلعنا بيها من بتوصيات من الطلبة والمدرسين، وكان في كمان أولياء أمور، إن شاء الله هناخدهم لمائدة الحوار الوطني ويكون في فعلا يعني نوصل للتوصيات اللي احنا خرجنا بيها النهاردة دي إن هي تتنفذ فعلا على أرض الواقع.